السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دراري في فيديو جديد. أتمنى الدراري تكونوا كاملين على خير وبخير. في الفيديو إن شاء الله جبت لكم يعني طريقة إخفاء عدد اللايكات في المنشورات على الفيسبوك، يعني طريقة إخفاء عدد اللايكات للأصدقاء يعني المنشورات ديالك. يمكن لك دير إخفاء عدد اللايكات اللي عندك في المنشورات بالنسبة للأصدقاء ديالك. المهم طريقة بسيطة اللي كيهمو هذا الفيديو هذا، ما ينسى نبو هذا اللايك، شي تعليق محفز لنا، واللي ما تضغط على زر الاشتراك وعجبته القناة يضغط على زر الاشتراك. وخلينا نبداو الدراري. المهم الدراري كيف ما كتعرفوا اي واحد كينشر شي منشور ديال يعني في الفيسبوك، الا وكتلقى الاصدقاء ديالك كيديروا لك كيف ما كتشوفوا اللايكات كيتفاعلوا معاك. ولكن في هذا الفيديو ان شاء الله غنوريكم طريقة اخفاء اعداد اللايكات، يعني هاد اللايكات هادما يمكن لك تخفيهم على الاصدقاء ديالك. وخا يدخلوا الاصدقاء ديالك المنشور ديالك ما يظهر لهمش شحال عندك هنا ديال عدد اللايكات، يعني يمكن لك اخفاء عدد اللايكات. كيف ما كتشوفوا غنمشيو اول حاجه الدراري غندخلوا الفيسبوك الازرق كيف ما كتشوفوا لهنا، وغنجيو لهاد ثلاث شريطات هنا في الاعلى هنا، وغادي نهبطوا للاسفل الدراري، وغادي نجيو الاعدادات الخصوصيه هنايا. من بعد غادي نجيو للاعدادات، من بعد الدراري غادي تهبطوا وغتجيو لهنا التفضيلات والتفاعلات. كيف ما كتشوفوا الاصدقاء، الا بغيتي تفعل هاد الميزه الاولى انت ما عتبقاش تشوف اللايكات عدد اللايكات اللي عند الاصدقاء ديالك، يعني هذه الاولى اللي فعلتها انت ما عتبقاش تشوف او ما عتبقاش يظهروا لك عدد اللايكات اللي عند الاصدقاء ديالك. ولكن الا بغيتي انت تلغي عدد اللايكات او يعني الاصدقاء ديالك ما يشوفوش شحال عندك عدد اللايكات، عتضغط على الثانيه فهذه اتفعلها بهذا الشكل هذا. من بعد غنمشيو للمنشور كيف ما كتشوفوا. هذا المنشور الفيسبوك ديالي داخل له حساب اخر كيف ما كتشوفوا، غنديروا تحت كيف ما كتشوفوا يا اصدقاء طريقه ناجحه 100%، يعني ما كيظهروش شحال عندي ديال اللايكات كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا يا اصدقاء يعني ما كيظهروش شحال عندي عدد اللايكات هنايا. غادي نرجعوا وغادي نحيدوا الميزه هذه، من بعد غادي نرجعوا نديروا تحديث للصفحه كيف ما كتشوفوا. هنا كيطلعوا لنا عدد اللايكات، غادي نرجعوا عاوتاني ونفعلوها بهذا الشكل هذا. من بعد غنجيو نديرو تحديث للصفحه كيف ما كتشوفوا الدراري، ما كيبقاش يظهروا لنا شحال عدد اللايكات. وهذه طريقه يعني رائعه الدراري اللي مثلا المنشورات ديالهم ما كيطلعهمش يعني تفاعلات بزاف وبغى يدير اخفاء عدد اللايكات. هذه الطريقه يا الدراري، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، شي تعليق محفز لهنا وشي يعني لايك للفيديو، واللي عجبته القناه يضغط على زر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.